وبفقرتنا الأخيرة لليوم رح ننتقل إلى الفقرة القانونية، ورح نحكي عن موضوع يمكن بيشكل جدل كبير، فمين له الحق بالحصول على المعلومات الشخصية ومين ما له الحق أنه يحصل على هذه المعلومات، وشو هي الطرق الممكنة وآلية الحصول عليها للمعلومات الشخصية. بسنا نرحب بالمحامي الدكتور أحمد الحسين لحتى نحكي أكثر. صباح الخير، يسعد أهلا صباحكم. وسهلا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. الله يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. شو بنقصد الأشخاص اللي بيحق لهم الحصول على معلومات شخصية معينة ممكن لأشخاص أخرى؟ شو بنقصد بهذا المصطلح؟ أولا قبل أن ندخل بموضوع الحصول على المعلومة، يجب أن نعرف الحق في الحصول على المعلومة. الحق هو مصلحة يحميها القانون، أو بتعبير آخر هي الرابطة القانونية التي يخول فيها القانون لشخص ما التسلط والانفراد على شيء ما. وبالرجوع لتعريف مصطلح الحق في الحصول على المعلومة، هو الحق الذي يتيح لأحد الأشخاص السؤال بحرية كاملة عن أي معلومة موجودة لدى الجهات العامة، والتي من الممكن أن تكون مساعدة له في موضوع ما، وهذه المعلومات ممكن أن تكون موجودة لدى الجهات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة. مثل شو ممكن تكون هاي المعلومات؟ طبعا المعلومات يعني بشكل عام هي المعطيات والإحصائيات التي تتوصل لها الجهات والمؤسسات والهيئات العامة أثناء مزاولتها لمهامها الوظيفية، وهي قد تكون على شكل أرقام أو رسوم أو تسجيلات سمعية أو بصرية، وتتضمن الوثائق والدراسات وقواعد البيانات ذات الطابع العام. تماما. هلا خلينا ننتقل انه مين بحق له ومين ما بحق له. طبعا نص دستور الجمهورية العربية السورية على بشكل عام على حرية الإعلام، ولكن من الناحية القانونية يفترض ان يكون هناك نص بشكل واضح على حق الحصول على المعلومة. دستوريا لا يوجد نص، ولكن قانونيا نوه قانون الإعلام على هذا الحق، ولكن اكتفى بحصره بالصحفيين دون تعميمه على المواطنين. كان أجدر بالمشرع أن يقوم بتعميمه على كل المواطنين، يعني ليصار إلى يعني المساهمة وتشجيع المجتمع المحلي في الحصول على المعلومة. طبعا المادة 43 من الدستور ذكرت بشكل مباشر أن الإعلام بشكل عام يعني مكفول من الناحية الاستقلالية، وبشكل عام شجع القانون على حرية الإعلام والصحافة والنشر والطباعة، وضمن استقلاليتها بشكل عام وفق القانون. دكتور، في حال تم الحصول هي المعلومات لكن استخدمت بطريقة خطأ وبطريقة يمكن تخرق القانون، شو هي الإجراءات اللي ممكن يستخدمها القانون تجاه هدول الأشخاص اللي أساءوا ممكن استخدام هي المعلومات أو أخذوها لأغراض شخصية ممكن ما بتخدم طريقة عملهم أو مجال عملهم حتى؟ هلا السؤال فيه أكثر من شق. نبلش بالشق الأولاني اللي هو المعلومات بشكل عام، يعني ليست يعني متاحة للجميع، أو هناك استثناءات على بعض المعلومات وردت ضمن قانون الإعلام أحالها إلى مجلس الوزراء، ومن هذه المعلومات هي المعلومات تخص أمن الدولة الداخلي والخارجي، المعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، المعلومات اللي بتخص السياسة النقدية والمالية للدولة، المعلومات تتعلق بالأبحاث والأبحاث في مراكز الأبحاث وما يمنع أو ما تمنع المحاكم نشره بشكل عام، وكل ما يحظر نشره في قانون العقوبات بشكل عام. طبعا هاي الاستثناءات على هذه المعلومات يعني وردت ضمن قانون الإعلام. أما بالنسبة لموضوعنا اللي هو إذا استخدمت هذه المعلومات وليكن بطريقة غير مشروعة أو لأغراض أو لأهداف مثلا تمس يعني حق من حقوق الغير أو بشكل عام أي موضوع آخر، قولا واحدا القانون نظم مجموعة من العقوبات، وهذه العقوبات متدرجة من حيث كل مخالفة أو كل جرم بحسب
كل بحسب طبعا مستوى هذه الجريمة. طبعا المادة مثلا 95 من قانون الإعلام ذكرت على أنه يعاقب بالغرامة من 200,000 إلى 500,000 كل من توصل أو عفوا أفشى معلومات غير صحيحة أو مزورة إلى آخره. والمادة 96 من قانون الإعلام السوري أيضا وضعت غرامة من 20,000 حتى 100,000 لكل من نقل أو حاول أن ينقل أو ينشر محتوى إعلامي غير دقيق دون ذكر مصدره، طبعا مع عدم الإخلال بحق الغير بالتعويض. نعم، طيب خلينا نحكي بالنقطة السرية هون، سرية المعلومة، سرية المعلومات، كيف بتم الحفاظ عليها إن كانت معلومات شخصية إن كانت معلومات حتى معلومات عامة ممكن، يعني على عاتق مين السرية بتكون، المحامي، الجهات، خلينا هيك نحكي. هلأ بشكل عام القانون هو من يحمي هذه المعلومات دائما، مثل ما حكينا نحن القانون في يعني بعض المعلومات التي لا يجب أن تتوفر لدى جميع المواطنين، ذكرتها بالاستثناء اللي أو لا يمكن لكل المواطنين الحصول عليها، يعني دائما هذه المعلومات مقيدة بنص القانون، أما باقي المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع، يعني الجهات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة يجب أن يعني تضع بشكل استباقي هذه المعلومات بين يدي المواطن، يعني ليصار إلى يعني أخذ المعلومة من مواقعها المباشرة. يعني أيضا في حال أراد أحد الأشخاص الحصول على معلومة معينة ممكن أن يتوجه إلى مؤسسة أو هيئة المختصة بذلك ويأخذ المعلومة المطلوبة. وهون إذا كان في تمنع دكتور أو كان في رفض تزويد المعلومات، شو هي الإجراءات اللي ممكن يتبعها هذول الأشخاص لحتى يضمنوا حصولهم على هي المعلومات؟ طبعا مثل ما حكيت أنا قانون الإعلام السوري رقم الصادر برسوم تشريعي رقم 108 لعام 2011 حصر يعني المعلومات بالصحفيين، حق الحصول على المعلومات بالصحفيين، ولم يعممه لكافة المواطنين. وبالتالي يعني خلينا نحكي عن الصحفي، الصحفي هو الشخص يعني قانونيا المسموح له انه يعني يحصل على هي المعلومه. فاذا رحنا على هذا المجال بنشوف انه اذا تقدم احد الاشخاص او احد الصحفيين الى مثلا جهه معينه مطالبا بمعلومه معينه ورفضت هذه الجهه اعطاؤه هذه المعلومه، طبعا اولا بعد ابراز وثيقه الصحفي او الاوراق المطلوبه لاخذ المعلومه يجب على هذه الجهة أن تزود الصحفي بهذه المعلومة خلال 7 أيام، وفي حال مرور هذه المدة ولم تقوم هذه الجهة بتزويده بالمعلومات عندها يعد ذلك رفضا ضمنيا. لكن ما هي الطرق؟ خلينا نعتبر الطرق طعن في حال لم يتم تزويده بالمعلومات. هناك طريقان، الطريق الإداري والطريق القضائي. الطريق الإداري هو القيام بتقديم شكوى للجهة الإدارية الأعلى أنه أنا لم أحصل على المعلومات المطلوبة، أو أنه ممكن يلجأ للقضاء. طبعا القضاء الإداري هو الجهة المختصة بموضوع الرفض الكلي أو الجزئي لموضوع الطلب المقدم، طبعا بعد إيداعه في ديوان المحكمة على أن تقوم المحكمة بإصدار قرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر في موضوع الطلب. طيب اذا كان الصحفي، هيك خلينا نركز على الصحفيين، استخدموا هذه المعلومات بطريقه تنمر، بطريقه انه هن عملوا سكوب او ترند على السوشيال ميديا من خلال معلومات يمكن بتخص اشخاص او بتخص مؤسسات، شو هو الحكم يلي لازم يطلع على هي الصحفيين وانه هن فشوا هذا الشيء او انه هن تنمروا على هي المعلومه؟ هل في عقوبات؟ هل أكيد هذا الموضوع صفينا بموضوع مختلف تماما اللي هو موضوع الجرائم المعلوماتية. اليوم أنا عم بحكي على العقوبة اللي ممكن الإعلامي، بس خلينا بسياق المعلومات والحصول عليها وأنه نحن فشيناها بطريقة لما نروح على المعلومة تمام، غير لما نروح على موضوع ثاني اللي هو موضوع القدح والذم أو المعلومات اللي ممكن توصل إليها عبر مواقع يعني أو وضع أي مثلا معلومة ممكن يكون لها تأثير على الرأي العام. أما من الناحية اللي
ناحية محورنا اللي هو حق الحصول على المعلومة، الإعلامي في حال نشر محتوى غير سليم أو غير أو بأوراق نروح على الجرائم الإلكترونية، هون في عقوبات خاصة نص عليها قانون الإعلام. أما الأشخاص اللي بيعلقوا على المعلومات أو كذا فهون موضوعنا مختلف، وموضوع القانون رقم 20 الخاص بجرائم المعلوماتية ويدخل ضمن نطاق جريمة المعلوماتية بشكل عام. نعم. طيب دكتور، إذا حكينا شوي بالجريمة المعلوماتية، لأنه اليوم كثير للأسف عم نشوفها، مو بس من الصحفيين اللي لهم حق الحصول يمكن على المعلومات، بعض الأشخاص عم ينشروا كمان، لو طلعنا شوي برا الحديث، بينشروا ممكن معلومات ما في أي صحة، بس هي مجرد نوع من الفضائح أو تشويه صورة أو تشويه سمعة بعض الأشخاص، ممكن يكونوا هذول الأشخاص حتى مسؤولين بهذا البلد وتتناقل بأي الصفحات. هون شو الحكم أو جرم الشخص اللي ممكن يكون عامل هذا التصرف أو هي الناشر هي المعلومات؟ مثل ما حكينا رح نروح لقانون جريمة المعلوماتية، ودائما هذا القانون نظم بشكل عام كل من يقوم بأي عمل فيه إخلال أو فيه تشويه أو فيه فضح أو فيه النيل من هيبة الدولة أو النيل من أو إثارة النعرات الطائفية أو ما شابه ذلك، أي موضوع يستخدم لأغراض غير مشروعة، نظم قانون جريمة المعلوماتية العقوبات المناسبة بحسب ما يرتكب من أجرام تقع تحت هذا القانون. نعم، لكن يعني من خلال موضوعنا اليوم هيك بنتمنى نكون فدنا الناس بأكبر قدر من التوضيح والمعلومات. طبعا يعني هو عنواننا اللي هو قانون الحصول على المعلومة هو عنوان بصراحة مثير للجدل، يعني يجب أن نقوم يعني دائما بالإشارة إلى أنه على يعني يفضل انه المشرع ينص عليه دستوريا، والقانون يحاول دائما يؤطر هذا الحق، لانه لكل الناس الحق في الحصول على المعلومه، ويجب ان تقوم الهيئات والمؤسسات والادارات بمساعده الصحفيين وبشكل عام كل المواطنين بحصول على المعلومه الصحيحه ليصار لاستخدامها بالطريق يعني الطريق القانوني السليم، ومنه إلى أن تتقدم دائما مؤسساتنا وجهاتنا بشكل عام إلى الأمام. أكيد نتشكرك كثير دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ودائما يمكن بنحاول شوي هي المعلومات اللي بتكون شوي فيها سوء فهم أو يمكن غلط عند بعض الناس نوضحها بشكل كثير كامل من خلالكم. بدنا نشكرك كثير على وجودك. أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا وسهلا. شكرا كثير.